العموميه لتنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه، واللي كما كتشوفوا كياثروا السيد الوزير المتداب لدى وزير الماليه وزيره الماليه المكلف بالميزانيه. وكما كتعرفوا انه تقريبا قبل شهر السيد رئيس الحكومه قدم الحصيله الحكوميه في قبه البرلمان، حصيله اللي كانت ايجابيه جدا واستبصروا بها المغاربه قاطبه. كما كتعرفوا انه الورش المهم في الحصيله هو ورش الحمايه الاجتماعيه، ولكن كما تنقولوا وكما لاحظنا معكم للاسف كاين مجموعه ديال الاخوان في المعارضه اللي كيشككوا في تمويل هذا الورش هذا. اليوم كانت مناسبه للساده والسيدات النواب والمستشارين من الفرق الاغلبيه باش يحضروا لهذا اللقاء هذا اللي خداو شروحات وبالتفصيل تفصيل ممل كما تيقولوا من طرف السيد الوزير المتداب، واللي خلات اللي يمكن ما كتشوفوا خلات عندهم واحد الطمانينه وعطاتهم اجوبه اللي غادي يتواصلوا بها ان شاء الله مع المواطنات والمواطنين باش يطمئنوا حول كيفية تمويل ورش الحماية الاجتماعية سواء في هذه السنة ولا السنوات المقبلة إن شاء الله. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.